مباريات، نتحدث هناك عن جولات، نتحدث هناك أيضا واضح لكرة القدم إسقاط الكرة وبعد ذلك استئناف اللعبة. الكرة تصل في وسط ميدان، لمسة جميلة إلى نواف العزيزي ولكن الكرة تصل مر النطار، مر النطار، مرر الكرة إلى نواف عزيزي، لا زال ولكن الكرة تعود، لا زالت إلى باسل السيالي. برافو 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 على مرور رائع خليل إبراهيم السيالي. شاهد باسل، شاهد السيالي نقلاته، كراته، لعباته، تمريراته، الكرة فيها مبدأ يتاح من حكم النقاط سريع. تنظم في وطننا الغالي وفي ملاعبنا الرائعة وفي وسط هذه الأجواء التي تكون بالدعم الغير مستغرب، لابد أن تستمتع بكل تأكيد. كرة ثابتة لصالح النصر، على هذه الكرات الثابتة من هو الأقرب لهذه الكرة؟ وبالسلامة للاعب النصر. الشوط الأول سمعنا الصافرة مرارا وتكرار، توقفت الكرة أكثر من مرة وهذه الكرة الماضية التي كسبها من خلالها عبد العزيز العويردي خاطئة بتعود إلى صالح. أبو شمات لعيب، أبو شمات لعيب، صالح يبحث ولكن هناك متابع. برافو الحميد، الحميد يستعيد الكرة أمام الجناحين، يحظو بدعم كبير غير مستغرب من قيادتنا رشيدة وأيضا من وزير الرياضة فضل النصر. فضل النصر هو ضايع اليسار كبيرة إلى الأمام، برافو التحدي إلى وسط الميدان، يبحث هناك عن مهارة جميلة. برافو على الهجوم التام عن هذا اللاعب المحور الأوروبية قبل العودة إلى ناديهم الأم في المملكة.